من حيفا ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، ومن صيدا جنوب لبنان ينضم إلينا الصحفي محمد البابا. أهلا بكما. أبدأ معك زياد في التطورات الميدانية الأخيرة، ومسيرة تصيب جنود إسرائيليين وصواريخ تنجح في الوصول إلى بعض المواقع في وسط إسرائيل تحديدا في شمال تل أبيب. التفاصيل معك. هذا صحيح، هذا النهار يبدو حافلا بالصواريخ والمسيرات منذ الصباح. بدأت ذروته صباحا باستهداف شمال تل أبيب برشقة من الصواريخ أرض أرض، جرى اعتراض 3 صواريخ، فيما أن صاروخين سقطا، واحد في مستوطنة كفار يونا والثاني في مستوطنة بصرة، ما أدى إلى إصابة 4 إسرائيليين بجروح وفق الإسعاف الإسرائيلي. بعد ذلك تكررت الرشقات على شمال إسرائيل على الجليل الأعلى، استهداف لقاعدة ميرون الجوية وصفت ب10 صواريخ، بعدها استهداف لكرمئيل ومحيطها ب25 صاروخا، إصابة مباشرة لمبنى في تلك المستوطنة أدى إلى إصابة إسرائيلية بجروح هناك. بعدها أيضا انطلاق مسيرات من الأراضي اللبنانية. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض 4 مسيرات، اعترض 2 وفق بيانه في شمال إسرائيل، و اعترض 2 فوق الأجواء اللبنانية، فيما أن المعلومات لدينا بأن مسيرة انفجرت في موقع عسكري إسرائيلي أدت إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين، من بينهم 1 على الأقل في حال حرجة. أذهب أيضا لصيدا حيث الصحفي محمد البابا، والتفاصيل الميدانية أيضا عندك. نعم، يعني عادت الغارات الإسرائيلية بشكل كثيف لبلدات الجنوب. يعني قبل دقائق كان هناك غارات على سور، على عدلون، البيسرية، مفرق معركة، دير الزهراني. أيضا هناك قصف مدفعي عنيف تقوم به يعني المدفعية الإسرائيلية عند أطراف سور، أطراف الناقورة، بلدة شمع أيضا تشهد اشتباكات عنيفة. في حصيلة أيضا أولية للغارة التي استهدفت بلدة الخرايب، يعني سجل سقوط 3 ضحايا بعد الغارة التي استهدفت تلك البلدة. أيضا في النبطية كان هناك غارة عنيفة استهدفت وسط مدينة النبطية، وحتى هذه اللحظة هناك معلومات عن وقوع إصابات في هذه الغارة. في بلدة جوية أيضا 3 غارات ضربت 3 منازل تم تدميرهم بشكل كامل. كما ذكرت، الطيران الحربي الإسرائيلي منذ 7 صباحا عاود نشاطه باستهداف المدنيين في يعني في أكثر من قرية. في سور وأثناء تشييع أحد المسعفين الذين يعني سقطوا بغارات الأمس، يعني تم استهداف المكان الذي كان يتجمع به المدنيون للمكان الذي يتجمع به المدنيون، ويعني كانوا يقومون بتحضير يعني احد الضحايا لدفنه، وهناك معلومات عن وقوع بعض الاصابات في مدينه سور. النبطيه كما ذكرت 3 غارات، وهناك يعني قصف مدفعي على زبئين عين الزرقاء بين علم الشعب وطير حرفة وقاقعية الجسر. الطيران الحربي الإسرائيلي يعني نفذ عدد كبير من الغارات الوهمية فوق صيدا، فوق سور، فوق النبطية، فوق منطقة الزهراني. يسمع بين الحين والآخر يعني بعض الضربات في تلك المناطق بفعل الغارات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، ولكن يعني لابد من الإشارة عن بعض بيانات حزب الله الذي أطلقه وأكد تدمير 2 دبابات تحترقان الآن في عند أطراف بلدة شمع. نعم، أعود إليك زياد فيما يتعلق بزيارة هوكشتاين، وهو الآن في هذا الاجتماع منذ حوالي الساعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعدها عدة لقاءات في لبنان، سيذهب بعدها إلى إسرائيل. هل سيذهب إلى إسرائيل؟ يعني الأجواء تقول أن إسرائيل تتحضر لإضافة شروط جديدة للتجاوب بإيجابية. ما هي الأجواء التي تحيط بهذه الزيارة المرتقبة لهوكشتاين إلى إسرائيل أيضا بعد زيارته للبنان؟ غدا يصل عاموس هوخشتاين لإسرائيل لاستكمال المداولات. لا يتوقع أن تضيف إسرائيل شروطا لسبب بسيط، هي عمليا توافقت مع واشنطن حول معظم المطالب الإسرائيلية والشروط التي أرادتها، سواء إن كان ذلك سيدرج في الاتفاق أم لا. ولهذا السبب كان المخرج الإبداعي بين مزدوجين هو الذهاب إلى اتفاق إسرائيلي أمريكي، ليس بالضرورة معلومات
لبنان تجيز فيه الولايات المتحدة عبر رسالة أرسلت من الرئيس الأمريكي بايدن لإسرائيل بأن تقوم إسرائيل بالرد على أي خروقات ل 17/01 مستقبلا في حال لم يقم الجيش اللبناني بذلك بمنع هذه أقصد الخروقات أو القوات الدولية التي ستتشكل. فيما يتعلق بالاتفاق بحد ذاته قد تكون النقاط الخلافية القليلة المتبقية تتعلق فعليا بروحية ما تحدثت عنه في الورقة الخارجية، لأنه يتسلل إلى البنود بشكل أو بآخر. على سبيل المثال حديث عن أن هناك آلية رقابة في المطارات والحدود وأن الولايات المتحدة القيادة المركزية ستشرف على الأمر وما إلى ذلك. هناك بعض الأمور التي قد تثير حساسيات وإشكاليات لدى الجانب اللبناني، لكن في مجمل الأمور يبدو في إسرائيل بأن هناك تفاؤلا حذرا حيال تحرك هوخشتاين. لا يعني ذلك بأننا سنسمع خلال يومين أو ثلاثة ربما عن اتفاق وقف إطلاق نار، لكن سيؤسس خلال أسابيع قليلة لمثل هذا الاتفاق. شكرا جزيلا لكما، مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي كنت معنا من حيفا، والصحفي محمد البابا كنت معنا من صيدا. شكرا جزيلا لكما.